ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعضينا سليبر جديد. يلا نشوف هنعمل ايه وايه اللي محتاجينه. عندي الخيط المحلول قطن والمشط والمقص ومت والسليبر اللي انا هشتغل عليه. وتختاريه بقى بذوقك، ممكن تختاريه عالي، ممكن تختاريه اللي مش مرتفع. والبوردة السباحة دي من اهم الادوات اللي انا بستخدمها في الشغل. يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعضينا. والبداية اللي احنا هنعملها ديت ممكن نستخدمها في عمل كوستر الشاي او مفرش كبير. فيلا نشوف. سليبر الوش بتاعه بيبقى قد ايه؟ 7 سنتي. فانا عاوزة الدايرة بتاعتي او الشكل بتاعي. بعمل ايه بعد كده؟ بقص خيط طوله متر، والمتر دوت بتني منه بس طرف منه طوله 35 سنتي. تمام كده. وببدأ اثبته بدبوس على البورد بتاع السباحة علشان اشتغل عليه. بعد كده كمان بقص خيط 5 فتلات، كل فتلة طولها 70 سنتي، بتنيها فبتبقى طول الواحدة ايه؟ 35 سنتي. وببدأ أثبتها بغرزة البداية المقلوبة. دي عكس غرزة البداية يا جماعة. يعني أنا لو قلبت الخيط ده الناحية التانية هلاقي غرزة البداية العادية بتاعتي. يعني ده الظهر بتاع غرزة البداية. بنعملها إزاي؟ الفتلة اللي احنا شغالين عليها بنحطها في النص، وبنجيب الطرفين المفكوكين ونبدأ ندخلهم في الغرزة من فوق وهي مقفولة. هيديني غرزة البداية بالشكل المقلوب. تمام. هثبت كام فتله بقى؟ هثبت 5 فتلات، يبقى 5 فتلات الفرد فيها بس 35 سنتي. يعني هي طولها دلوقتي كده 35 سنتي، فانا بقص على كام؟ 70، عشان بقص على المكوز وبقسمها بالنص، فبتبقى طولها 35. هقص 5 فتلات بالظبط واثبتهم على الفتلتين. شايفين انا مش شغاله على فتله واحده دلوقتي، انا شغاله على الفتلتين. ركزوا معايا كويس. بعد ما ثبت ال5 فتلات بفك الدبوس اللي انا مثبتاه على البورد، وهشوف هعمل ايه بقى فيه دلوقتي. بدخل الخيط في قلب الحلقة اللي انا كنت مثبتاها بالدبوس من الاول، وابدأ اشد الخيط كويس علشان اقفل الدايرة. بصوا اهو انا دخلت اهوت، وابدأ اشيل الفتلتين الاتنين مع بعض، مش فتلة واحدة، لازم اشد الفتلتين الاتنين مع بعض لغاية ما الدايرة بتاعتي تتقفل كويس. اثبت الخيط كويس والفه معايا عادي خالص واشد الغرز بتاعتي كده، الدنيا بتتظبط معايا. فابدأ اشد بقى ايه لغاية ما الغرزة او الحلقة تقفل معايا تماما. كده قفلت معايا. فابدأ اثبتها بالدبوس واجيب الطرف الطويل اللي هما بقى 70 سنتي اللي باقيين معايا، هو دوت اللي انا هشتغل عليه باقي الغرز بتاعتي. هشتغل عليه بالغرزة المزدوجة. طبعا شرحناها في فيديوهات كتير جدا الغرزة المزدوجة احنا بنعملها ازاي. اللي لسه بيتعلم الغرز يكتب لي في التعليقات وانا ابعت له فيديوهات ازاي يعمل الغرز. بعد كده تقريبا الصف الاولاني ما بضيفش خيط خالص. تمام، لان الخيوط كلها بتبقى قريبة من بعض. طيب امتى اضيف خيط خارجي علشان الحلقة بتاعتي او الدايرة بتاعتي ما تقوصي او ما تبقاش مفرودة زي ما ناس كتير بتشتكي انا بعملها بس على طول بتقوص والدايرة بتاعتي ما تبقاش مفرودة؟ لازم اضيف خيط خارجي كل فترة. طب امتى الفترة ديت؟ هوريكم دلوقتي امتى هضيف الخيط. بصوا ال4 فتلات جنب بعضيهم، فانا مش محتاجة ان انا اضيف خيط دلوقتي خارجي. بثبت دايما الحلقة بتاعتي بالدبابيس وبحرك البورد او بلف البورد بتاعي علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط.
كمان لازم اقرب الغرز من بعضيها. يعني في ناس بتعمل الغرزة المزدوجة وتسيبها كده، لا لازم ان انا اقرب الغرز من بعضيها. بعد ما بعمل الغرز بزقها كده جنب بعض عشان الشكل بتاعها يبقى متناسق. طيب كده انا هبدأ الصف هو الدور الثالث. امتى بقى هضيف الخيط؟ هتشوفوا دلوقتي اني كل ما بيظهر معايا مسافة او تباعد بين الخيط بضيف خيط خارجي. يعني انا عملت الغرزة دي دلوقتي اهو، خلصت في مسافة بين الفتلة دي والفتلة اللي بعديها، فببدأ اضيف الخيط الخارجي بنفس الغرزة اللي احنا اشتغلنا بيها من الاول اللي هي عكس الغرزة المزدوجة، واكمل شغل بنفس الطريقة. كل ما الاقي تباعد بين فتلتين ببدأ ادخل لها خيط خارجي اهو، في مسافة اهو بين الفتلتين، فببدأ ادخل خيط تاني خارجي واثبته برضو بنفس الغرزة اللي هي عكس الغرزة، غرزة البداية، وببدأ الف بنفس الطريقة ديت حلقة اتنين تلاتة لغاية بقيس 7 سنتي حسب ما يديكي بقى وسمك الخيط معاكي. يعني مثلا 7 سنتي ديت لو سمك الخيط مثلا 2 ملي هتبقى 5 حلقات مثلا، لو 3 ملي هيديدي 4 حلقات مثلا. فبشتغل لغاية بيديدي 7 سنتي اللي هو وش السليبر بتاعي. هكمل وارجع لكم تاني. اتمنى لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتسيبولي تعليق تعرفوني رأيكم في الشغل، ولو حابين تنفذوا اي حاجة اكتبوها لي في التعليقات وانا انفذها معاكم ان شاء الله. كده خلصت الدايرة بتاعتي اللي انا كنت بعملها، هبدأ اسرح الخيط بتاعي وافرده، وبعد ما بسرحه هبدأ بقى اساوي الاطراف بتاعتي علشان اظبط الدايرة بتاعتي بالمظبوط. طبعا بخيطه من ناحيتين من فوق ومن تحت عشان لو في اي برمة للخيط تنفرد معي. اسفة على الصوت، تعبانة شوية. هبدأ بقى اجيب ايه، اجيب اي دايرة عندي او غطا عندي بنفس المقاس اللي انا محتاجاه، ولو مش عندي ممكن اجيب كرتونة واوصى على شكل دايرة اثبت عليها علشان اشيل الزيادة بتاعت الخيط بشكل منتظم. كده عملت الدايرتين نفس الشكل. الابرة ديت انا هوريكو في الشكل التاني انا عملتها ازاي. عايزة اثبت بقى الوش بتاعي على وش السليبر، بجيب الشعلة دوت هو جلة بيستخدم في لزق الأحذية، وممكن توديها لأي حد بيصلح أحذية والكلام دوت يثبتهولك عادي لو انتي ما تعرفيش تعمليه. بحط كمية لزق كويسة في المساحة بس اللي انا هشتغل عليها، لان الجنب بتاع السليبر في الشكل دوت هيبان، ف
فانا مش عايزة لزق على الوش كله، وبحط كمان على الجزء المكرمية برضو جزء بسيط كده، وبسيبهم 5 دقايق او 10 دقايق بس اللزق يدخل في بداية ان هو هيقرب ينشف، وابدأ اثبت بعد كده. هوريكم دلوقتي الابرة انا عملتها ازاي. طبعا انا ركنت الاولاني علشان يشد اللزق بتاعه شوية، الطرف بتاع الشكل بتاعي علشان ما يفكش انا ببدأ اثبته بالخيط والابرة، وكمان علشان انا ما بستكفيش باللزق بس الوش على السليبر، انا بخيط السليبر كمان علشان الشغل بتاعي ابقى متأكدة تماما انه هيبقى ثابت ومش هيفك مهما كانت جودة اللزق او عدم جودته، انا لازم الشغل بتاعي يبقى ثابت. دلوقتي الوش بتاعي هو تقرب ان هو يدخل في مرحلة النشفان، بدخل الابرة في النص. الابرة دي طبعا متوصلة بشغل المكرمية بتاعي، تمام، خلوا بالكم من اللقطة اللي حصلت ديت، دي اصابات عمل، وببدأ اشدها. انا مش هخيطه دلوقتي بس انا بعدي الابرة لانها هي كانت في النص اصلا للشغل، وابدأ اثبت السليبر او الشغل المكرمية كويس على السليبر اهوت، حتى تحسوا ان هو مسك على طول ما رفعش معايا علشان اللزق نفسه دخل في النشفان. وده كان الشكل النهائي، اتمنى يكون عجبكم.